على موقع الووردبريس. موقع الووردبريس بتكون من واجهتين أساسيتين، منها مثلاً إنه بقدر من خلالها يعمل المنشورات. عشان هيك أنا مهم لما أجي أشتغل على أي موقع مهم جداً إني أبدأ أفهم المستخدم، مهم جداً انتبه لشغلة واحدة: الموقع يفرق ما بين المحتوى، المنشورات هذه عبارة عن محتوى. أنا طبيعتي كانت في التدريبات وفي المحاضرات إنه دائماً لازم يكون عندي سبورة، والسبورة هذه بحب إنه إيش أستخدمها حتى إنه أسيطر على إيش المعلومة اللي بحاول أبرزها، سواء كان مثلا في شغلة معينة بدي أكتب تحتها خط، أو بدي أجي أوضح معادلة معينة، أو بدي أوضح شغلة معينة. فصار التفكير أنا بدي أعمل إشي له علاقة بالكتابة. دورت على حلول على الإنترنت، بصراحة الحلول كتيرة كانت، لكن ما لقيت الشيء اللي كان بتناسب مع متطلبات الشغل أنا بدي إياه. يعني ما حبيت أن أجيب مثلا لوح أبيض وأكتب حتى ما أعطي ظهري للشخص اللي أنا بشرح له، وبالتالي هذا حتكون شيء سلبي وما فيها تفاعل الأساسي اللي أنا بدي إياه والآي كونتاكت اللي أنا ممكن أعمله معه أثناء الشرح. لقيت فكرة حلوة اللي هي فكرة اللايت بورد، ولقيتها حتى مطبقة في جامعات عالمية، يعني حتى لدرجة أن بعض الجامعات بدخل المحاضرة على قاعة بيكون في عنده تجهيزات كاملة واستوديو متكامل وعامل فيه فقط ما عليه غير يدخل يكتب ويطلع. لما أجي أحكي على أي موقع إلكتروني، إضافات مهمة جدا في الووردبريس لأنه من خلالها بقدر أعمل خصائص للموقع ما كانت موجودة في الموقع الأصلي، إضافة بالإضافة للصفحات والتعامل مع شغلات ثانية أو سي إم إس للشغل بشكل عام. أنا مثلا لما أجي أعمل منشورات كثير حاجات حتى كنت أحب أشتريها من برا أو كنت حابب أشتريها من برا ما زبطت معي، لأنه سواء تحكي عن مشاكل معابر، إمكانية أنها تتكسر في الطريق، يعني بالآخر المواد هذه مواد حساسة صعب أنك تجيبها بسهولة. فكان أول تحدي أنه أنا كيف ألاقي بدائل للمواد الموجودة، سواء كان الزجاج المستخدم، سواء كان حتى الترايبود المركب على الترايبود اللي هو الأوتو كيو أو الحاجات الخاصة بالكتابة. كلها شغلات بدها كان دائما تدور على بدائل حتى تشتغل عليها. يمكن أزمة كورونا كانت فرصة إنه الواحد فعلاً هذه المشكلة نحولها لشيء ممكن نستفيد منه، إنه فعلاً أنا لقيتها كلنا مضطرين للتعليم الإلكتروني، وكلنا مندور على إنه الطالب لازم يتفاعل معنا بطريقة مناسبة، وكلنا مندور إنه كيف أنا بدي أخلي المحاضرة الإلكترونية اللي أنا مضطر الآن أعطيها كيف تكون بأعلى مستوى ممكن بحيث إنه الطالب يستفيد منها ويتفاعل معايا. فكان يعني قديش أنا قعدت من زمان الفكرة كانت عندي بصراحة، لكن الفكرة ما طبقتها إلا لما إجت الأزمة الحالية بشكل كامل. يعني كنت محضر كتير شغلات، لكن التطبيق العملي وإنك تشغل الموضوع وإنك تسعى إنك تشغله إجت مع الحجر الصحي اللي صار. هنحكي على إعلانات الفيسبوك المدفوعة، فهنحكي على إعلانات مدفوعة، وحناخد شغلتين أساسيات: حناخد إعلانات الفيسبوك، وحناخد كمان إعلانات اللي هي جوجل أدز.